فيروز مرة واحدة؟ إيه الشطارة دي؟ ده احنا عندنا تنوع عظيم يعني كمان من غني فيروز. لا الحمد لله يعني. واللي غني فيروز لازم يبقى قلبه جامد جدا. طبعا وبعدين هي الاغنيتين دول البنات سمعوها فركبوها مع بعض وفاجئوا المايسترو بيها. لا والله يعني ما كانش عامل حسابه على الموضوع ده. لا هو فاجئهم يعني هم فاجئوه فكمل بقى معاهم بقى بعد كده. لا ده لازم دكتور تامر يحكي لي حكايه المفاجاه. ايوه ايه حكايه الاغنيه بتاعت بنت الشلبيه بتاعت فيروز دي وراها قصه صح؟ واعتدل في جلسته. لا شهرية. لا دي اصلا مين اللي عمل التوزيع؟ مين؟ دينا. اللي غني ده. دينا هي اللي انا جيت له مره انا اللي اخترت الاغنيه قلت لهم انا هنعمل بنت الشلبيه. أوكي. دينا حافظها قالت لي يعني حفظتها. وساعتها كنت خلاص متفقين احنا هنشتغل فقلت لهم طب بصوا يعني ايه حضروا ايه على قد ما تقدروا ونشتغل فيها لما في ميعاد البروفا يعني. طلعوها يعني كده ايه اسمعوها كده. وراحت دينا قعدت مع المجموعه وهي اللي عملت التوزيع وسمعتها كذا مره وطلعت ووزعت قالت الفاجوت العب بام 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 كده والدف ومش عارف ايه والكمانجات فهم اللي عملوا التوزيع. فروحت البروفا يا دكتور احنا مخلصنا عايزين نسمعها لك. قلت له ايه ده والله طب ماشي. فهو من ساعتها وانا وهي هذا الشكل ده هو يعني هم اللي عاملينها. يعني دينا بتغني وتلعب موسيقى وتوزع كمان؟ متعددة المواهب ده كله. لا ده احنا بناتنا جبابره بقى. وايه الحكايه؟ انتوا كل شويه تفاجئوني. لا في مواهب عندنا مدفونة كتير. احنا هنكتشف احنا قاعدين دلوقتي عاملين بنكتشف في مواهب. وبعدين انا هنافسكم في يوم من الايام لازم اجي العب بقى ولا بلاش اجي العب جنبكم. نقول حاجة تانية. ايه؟ اللي جنب دينا بقى مريض. مريض ايه؟ بتعمل ايه؟ عملت حفلات في الاوبرا. لوحدها؟ عزفت سولو. عزفت سولو. بس في المسرح الصغير. برافو. يعني برافو. لا في عندهم حاجات ما شاء الله موهوبين. لا ده انتوا تيجوا تقدموا مكاني بقى اقوم انا من على الكرسي وتيجوا تتفضلوا وانا خلاص انا دلوقتي هكتشف انكم كمان بتقدموا والله تقدروا تقدها وقدود ما في بيقدموا بص مريم بدات بقى تعمل بايديها كده وبتاع اللي هو ايه مستعد مريم بتقدم ما هي مريم برامج. بتقدم برامج وعلى الفيسبوك بتعمل حاجات كتير بتقدم برامج بجد؟ اه